يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. الحقيقه قبل ما ندخل بقى في تفاصيل لقائنا دلوقتي وقبل ما نتكلم في اي حاجه، كلمه حق لازم تتقال دايما. بعثه مصر البارالمبيه تعتبر واحده من اقوى بعثات العالم، ودايما بيشرفونا كما ينبغي في كل المنافسات وفي كل الدورات الاولمبيه يعني اللي شاركوا فيها قبل كده. احنا عندنا منافسات جديده ان شاء الله في طوكيو، هتنطلق يوم 24 من اغسطس الجاري، وهي دوره الالعاب البارالمبيه اللي هيشارك فيها 49 لاعب ولاعبه من مصر. طبعا هنعرف ايه الاستعدادات اللي اجرتها يعني او اجرها ابطالنا، وايه الالعاب اللي هيشاركوا فيها، وكمان ايه الميداليات المستهدفه. كل ده واكتر هنتكلم فيه مع دكتور ابراهيم امين، وهو عضو مجلس اداره اللجنه البارالمبيه اللي منورنا. صباح الفل يا فندم. صباح الخير. اهلا بيك. صباح الخير، وان شاء الله يبقى صباح نصر، ويعني بعثه مشرفه. ويمكن في ريو 2016 احنا بنتكلم في اكتر من 12 او تقريبا 12 ميداليه، فحاجه يعني تدعو للفخر حقيقي. وانا متاكده ان المره دي ان شاء الله يعني في استعدادات اقوى. فاحنا هنبدا بالتفاصيل. اولا المؤتمر كان بالامس، فعايزين نعرف ازاي، اخباره ايه، البعثه الاجراءات الاحترازيه كمان ما تختص بكورونا اخبارها ايه، كل الكواليس اللي يعني مهمه الناس ان هي تعرفها من حضرتك دكتور ابراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خليني ابدا اقول لحضرتك بس بدايه، احنا البعثه بتاعتنا القوام بتاعها 24 فرد، معانا 49 لاعب ولاعبه بيشتركوا في 8 العاب مختلفه. ونقف عند نقطه 8 العاب مختلفه، لاول مره بعثه مصريه بارالمبيه تشارك في 8 العاب مختلفه على مدى ال 12 مره اللي مصر شاركت فيهم في دورات بارالمبيه. امال المعتاد كان قد ايه؟ يعني احنا ريو كان معانا 5 العاب. اوكي. تمام؟ المره دي احنا معانا رفع الاثقال، معانا العاب القوه، معانا السباحه، معانا تنس الطاولة، معانا الكرة الطايرة جلوس، معانا البارا تايكوندو لأول مرة، معانا الريشة الطايرة، معانا لأول مرة الجول بول سيدات الخاص برياضات المكفوفين. حلو قوي. ده في تطوير طبعاً في ألعاب كمان مختلفة. خلينا نقول طبعا يعني ده هاخد الكلمة الأخيرة اللي قالها معالي الدكتور أشرف صبحي، إن في تخطيط علمي. يعني في تخطيط علمي بدأ من الحكومة وبدأ من مجلس الإدارة بتاع اللجنة البارالمبية، وزي احنا حطينا ايدينا في ايديهم في ايدين الاتحادات البارالمبيه والاولمبيه. كان هدفنا الاربع سنين اللي فاتوا ان احنا نزود رقعه النشاط الرياضي الخاص برياضات ذوي القدرات الخاصه في مصر. ازاي؟ ان احنا بنحاول نشرك اكبر عدد من الناس في الانشطه، لان الرياضه البارالمبيه على مستوى العالم بدات تتصعب، ما بقتش سهله. يمكن دوره عن دوره الموضوع بقى صعب، لان بدات تخش دول قويه، وبدات تخش باسلوب علمي، وبدات تخش باسلوب اعداد لعيبه بشكل اكبر. بدا يبقى في كمان بعض التدخل في الايفنتات. يعني احنا تعرف حضرتك احنا كرياضه معاقين متقسمه ليها حاجه اسمها الكلاسيفيكيشن، التصنيف الطبي، مش يعني كلهم بيشاركوا، كلهم حسب الاعاقه بتاعته. فكل ده بيبقى ليه حسابات بره. فبدات بعض الايفنتات تتلغي وبعض الكلاسات تتلغي. يعني بدا جزء من الايفنتات يتلعب في بطوله العالم، على سبيل المثال العاب القوه ما يتلعبش في البارالمبيات، وبدات كلاسات تتلعب في بطوله العالم ما تتلعبش في البارالمبيات. فاصبح الموضوع مش سهل. هم الهدف بتاع الاي بي سي ايه؟ الاي بي سي دي هي اللجنه البارالمبيه الدوليه، عايزه تخلي الميداليه بتاعه البارالمبيات ميداليه ذات قيمه. من يحصل على هذه الميداليه يكون بجهد وعرق وتعب. تمام؟ يمكن انا كنت بتكلم لسه في احد البرامج دلوقتي بقول يا جماعه احنا مش عايزين نستقل وصول الشخص سواء للدوره الاولمبيه او البارالمبيه. معلش انا شفت بعض النقاد وبعض الصحف وبعض البرامج بدات تنتقد اخواتنا في اللجنه الاولمبيه في بدايه في البدايه خالص. كان في انتقاد وكان في تقليل، يعني العلم يا جماعه، بس البعض كان مش كل من يصل الى الدوره الاولمبيه فهو شرف. ده بطل، ده عدى على مراحل كتير، مراحل كتير. انا مش ببعت جواب فبشترك، لا، ده انا بخوض تجارب وبخوض تصفيات وبوصل في بعض الالعاب، بوصل وانا على عرش افريقيا، وعرش افريقيا مش سهل، زي كره القدم طبعا، زي كره اليد وكره السيتنج فولي بول عندنا، بخوض تجارب كتير جدا وبخوض بطولات عشان اقدر اوصل لده. طب ما تيجي نضرب مثال بالبعثه البارالمبيه المصريه، يعني ايه المشوار اللي اضطروا يمشوا فيه او اللي خاضوه، سواء في بطولات دوليه افريقيه قاريه، يعني ايا كان، ايه اللي عدوا بيه عشان يوصلوا في الاخر
للمشاركة بهذا العدد من يعني خليني أقول لحضرتك بداية لعبة رفع الأثقال، وأنا دايما ببدأ بيها طبعا وما كلهم عندنا على مسافة واحدة، بس لعبة رفع الأثقال عشان حاجتين. لعبة رفع الأثقال علشان هي أكبر عدد مشاركين في هذه الدورة، 15 لاعب ولعبة، وإحنا أكبر بعث على مستوى العالم، تلينا الصين 14 لاعب ولعبة. تمام. خليني أقول لك ليه، لأن إحنا مصر رائدة في اللعبة دي ومصر قوية. اللعيبة اللي حضرتك شايفهم دول 15 لاعب ولعبة خاضوا 4 سنين من 2017 حتى الآن تجارب، وخاضوا بطولات سواء عالمية أو قارية أو دولية عشان يوصلوا أفضل 8 لاعبين على مستوى العالم، هم اللي بيمثلوا كل ميزان. يعني ال 15 لاعب ولعبة المصريين المشاركين في دورة طوكيو 2020 وفي كل ميزان هم أفضل لاعب ولعبة على مستوى العالم. هاي دي نقطة يعني طبعا. ده عايزينها تصريح دي يا جماعة، يا ريت تنزل استرابة. تمام. يعني بياخدوا خلاصة الخلاصة بالمعنى الحرفي. هو السيستم الدولي كده، مش بياخدوا كل اللعيبة. دي نقطة يعني طبعًا. محترمة جدا دكتور إبراهيم. فأقل لاعب عندك مشارك في هذه الدورة من لاعبي رفع الأثقال هو رقم 8 على العالم، حتى لو بقى الأخير في دورة طوكيو هو رقم 8 على العالم. في وسط ايه؟ في وسط حضرتك بقى نيجيريا، دول بلدوزرات يعني. في وسط الصين، وهم حضرتك عارف رفع اثقال في الصين يعني ايه، ناس شغاله بقى لها فتره وشغالين على المفاصل وشغالين شغل عالي يعني. في وسط وحوش، فان احنا يبقى عندنا 15 لاعب ولاعيبه من افضل 8 على العالم في كل ميزان، فده في حد ذاته انجاز. وخاضوا تجارب كتيره، منها زي ما قلت لحضرتك ان هم خدوا اوائل العالم وخدوا اوائل افريقيا ولعبوا بطولات دوليه، كانت اخرها في بطوله فزاعه الدوليه في دبي 2021، والحمد لله حققنا مراكز متقدمه فيها. كل ده ان ده اللي يدل ان الموضوع صعب مش سهل. كذلك العاب القوه زي فكره الجائزه الكبرى، مش اي حد بيشارك، انت ليك كوتا بعدد مشاركاتك وما تحققه من مراكز متقدمه. كذلك تنس الطاولة بوينتس معين، ولازم تكون حاصل على رقم 1 في أفريقيا وليك عدد معين بوينتس معين عشان تقدر تتأهل لطوكيو.